من امتى وانت بتشرب يا صالح؟ من دلوقتي، محدش له دعوه بيا. طب ايه ده صالح؟ تعال نطلع البيت نتكلم فوق، تعال. مش طالع عايز تقول حاجه ولا انا؟ ايه اللي جرالك يا اخي؟ ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالي انا؟ طب وانت؟ وعمك؟ وفاطمه؟ اه؟ حد فيكوا فضل على حاله؟ هو احنا فين؟ لا السوق هو السوق، ولا الدكان هو الدكان، حتى البيت مبقاش هو البيت. عايز مني يا اخي؟ طب ايه ده؟ ايه ده صالح؟ ايه ده؟ ايه ده ونتكلم لما تفوق؟ ايه ده؟ انت كويس؟ خدوا منك حاجة؟ أنا يا جت عليهم. هذا نجاح. أمر يا معلم. قفل بقى عشان الدنيا مست. حاضر يا معلم. روح انت يا نجاح. حاضر يا حاجة. خير يا نبوية؟ عاوزك في كلمتين. كلمتين جداد ولا هما هما نفس الكلمتين اللي انت خوتاني بيهم؟ وهما يعني نفس الكلمتين هيفرقوا معاك في حاجة؟ عارف يا شحاتة، أنا لما جيت دلوقتي الدكان افتكرت إيه؟ افتكرت وإحنا عيال صغيرين وكنا هنا في الدكان برضو، وإنت يومها سرقت درج أبوك وجريت عشان تستخبى ورايا وتتدارى منه، ولما سألك قلت له مش أنا دي نبوية، وأنا بخبتي قلت له حقك عليا يابا. يوميها أنا كلت حتة دين علقة، بس مش العلقة اللي وجعتني، ضحكك عليا وانت واقف بعيد هو اللي وجعني يا شحاتة. وقلت احنا كبرنا وانت هتعقل وتحاوط عليا، لكن الظاهر انه طبع والزمان ما قدرش يغيره. بص بقى يا نبوية، عشان كل الكلام اللي جاي ده مش هيعجبني، اخرته وحشة. بصمت ابوك امتى؟ انا عمالة اقلبها كده ما لقيتش غير انك بصمته وهو ميت على سريره. انت ظاهر عليك اتجننتي وخرفتي خلاص. بصمت ابوك وهو جت بين ايدين ربنا؟ ده لو حسونا الحرامي كانت جات له الفرصة دي كان استغفر ربنا وما عملهاش. حقي ولا مش حقي يا نبوية؟ مش انا اللي تحت رجليه طول عمري؟ ها؟ يبقى الدكانة دي حقي. عايز انا اسيبها لمين؟ لطه ولا لصالح ابن قاسم؟ اللي سابوه ومشيوا، الدكانة دي حقي. لا لا مش حقك، ولا حق ربنا، ولا الحق اللي كان ابوك عايزه لما قال لك هات طه. بس ورحمة ابويا، ورحمة ابويا كمان مرة، لو ما رجعت الحق لكون جايبة عليها وطيها وقايلة لطه على كل حاجة. طب اعمليها لو تقدري، وإذا كنت فاكرة اللي أنا عملته في جدة أبويا وهو ميت ده آخر حاجة عندي تبقي غلطانة. أنت فاكرة العلقة اللي أنت خدتها وأنت صغيرة بسبب فلوس أنا سرقتها من الدرج؟ هخلي ولاد القماش يرعوك حتة دين علقة بسبب الدكانة اللي أنا برضو سرقتها أنا أبويا. يلا بقى، ما عادش عندي كلام أقوله. وحسك عينك يا نبوية، تفكري حتى بينك وبين نفسك انك تعملي اي حاجة، ساعتها انا مش هسمي عليك، مش هتبقي اعز عندي من ابويا. ايه؟ هم